السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وهي النصف النهائي دور أبطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي. مباراة يعني وين نقولوا بلي وين مانشستر سيتي وين قايم بكل أدوار، يعني وين مسيطر سيطرة كاملة. هل تدري بأن شحال لاعبين؟ لاعبين 23 دقيقة، وين نقولوا بلي سيطرة كبيرة من جانب مانشستر سيتي، يعني نقولوا 69% نسبة استحواذ، 31% نسبة استحواذ للريال مدريد. والريال دخل بخطة يعني معهودة 4-3-3 سنين، وين شاهدنا غوارديولا اللي دخل بثلاثة سنين 4-1، يعني وين كل شيء معقد. يعني شاهدنا وين محرز يعني في الاحتياط، شاهدنا اولوند يعني جاك كايش، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، رودريغو جاو، شاهدنا مانويل يعني وين روبن دياس، والكر وايديرسون في الحراسة. شاهدنا وين ريال مدريد وين كواترا في الحراسة، داني كارفاخال في الدفاع، أنطونيو رودريغيز يعني رودريغو، شاهدنا دافيد ألبا، إدواردو، فيدريكو، توني كروس، لوكا مودريتش يعني رودريغو، كريم بنزيما، فينيسيوس. يعني نقولوا بلي المباراة مباراة، لكن لو كان شوف لو كان نروحوا شوية نتعمقوا بزاف يعني في الخطط التكتيكية الحساب، يعني وين نقولوا شو كيما 70% نسبة استحواذ للمانشستر سيتي، 70% مانشستر سيتي يا صاحبي، شوف 30% نسبة استحواذ، يعني 211 تمريرة مانشستر سيتي، 66 تمريرة للريال مدريد. يعني حتى وين الركنيات، 4 ركنيات للمانشستر سيتي ولا ركنيه، هذا وين يدل على السيطره الكبيره. يعني نقولوا باللي الريال، نقولوا باللي مانشستر سيتي خاصه الاهداف فقط. حنا كي نعاودوا نولوا نتكلموا على المباراه، يعني الشوط الاول، يعني كي تشوف بيب غوارديولا وكارلو انشيلوتي نظام اللعب معقد المبني على التحديد، يعني تحديد المهام اللاعبين بالكره وبدون الكره، كي تشوفوا كيفاش يلعبوا. نظام اللعب بسيط مبني على افعل ما تشاء بالكره وتحديد مهامه دون الكره. من انظمه اللعب التي توجد في ناديين هما ريال مدريد ومان سيتي غوارديولا، الكل يعلم ان بيب غوارديولا يكبل ابداع اللاعب ويجعله يقوم بتصرفات اخرى داخل الملعب ومنع بعض التصرفات التي كبر بها من مهارات فنيه. هذه باش يكون على بالكم، هذه افكار تاع غوارديولا اللي خلات مانشستر سيتي كبير. حد كاين بزاف يطايح على غوارديولا، وكان يتمني غوارديولا تشوفهم هادو في واحد الجراو تاع مشاكره تاع الماتش، باغيين غوارديولا يخسر في يطيحوا على غوارديولا. يا ودي تربع انتوما خسرتوا، ما روحناش كوب دي موند وخسرتوا تغنوا فرحانين، وين السيتي ولا الجزائر خير؟ السيتي ولا الجزائر؟ غير يقولوا لنا السيتي ولا الجزائر خير؟ النيفو اللي راهي فيه السيتي ولا الجزائر؟ هادو النيفو اللي رانا في الزبل حنايا، انا في الزبل حنايا، رانا في الزبل. سيتي سيتي مقزوش ولا حب، هي نظام لعب يعني توجد في ناديين هما ريال مدريد ومان سيتي، يعني وهو ما يجعل من نقولوا باللي بيب غوارديولا لا يعترف، ونقولوها والكل يعلم ان بيب يكبل ابداع اللعاب ويجعله يقوم بتصرفات اخرى داخل الملعب ومنع بعض التصرفات التي كبر بها من مهاراته الفنيه. بيب لا يعترف بمهاراتك الفنيه بقدر مهاراتك التكتيكيه في تنفيذ المهام وخططه ليفرضها هو، يعني اللمسه تاعه، وهو ما يجعل من محرز فنان خارج الاطار تشكيله بيب المثاليه هذه السنه. الان برناردو ينفذ مهارات تكتيكيه افضل من رياض منفذ افضل يعني في السيتي مهارات فنيه، عكس ريال مدريد تماما وين يفعل
كارلو أنشيلوتي وكرفا وين لوك وين يفعل لوكا وكارفاخال وفيراتي وتوني يعني يعني فيرني ورودريغو ما يحلو لهم بالكرة أثناء تنظيم اللعب. ويلعب ريال بأسلوب بسيط جدا يتحكم فيه اللاعبين، مثل أن أرى توني أن إيقاع يجب أن يرفع يقوم بالتسريع، وأن رأى لوكا أن الكرة يجب أن تبقى معه يقوم بخصوصيات خروج من العمق الملعب. أنا أرى فنيا أنه قادر على مراوغة الجميع يفعل ذلك، وإن رأى رودريغو أنه بإمكانه التجول في الأروقة الملعب يفعل. نظام كارلو في الحقيقة أكثر تعقيد على من يواجهه في يعني مثل كارلو لا يعطي انطباع ولا يملك قدرة على التحكم فيما يفعل لاعبيه، وهناك عند دراسة خططه تجده نتيجة داخل الميدان وليست مأخوذة قبل المباراة. فلا يستطيع أحد فهم ما يمكن أن يفعل ريال، حتى ريال في حد ذاته، وهنا الغموض. ريال وإن تخطى خطوط فنية والتقنية والتكتيكية وأصبح يلعب في زمن تصور الذهني. الريال إن أرادت أن تفوز عليه يجب أن تكون أقوى منه ذهنيا، لأنه لا يملك نظام معقد واضح مهام. أنشيلوتي منذ البارحة وهو يغرد كيف سيفعل كارلوس وألبا وفان رودريغو وعادي جدا، لأنه يتكلم عن ماذا رأى في المباريات السابقة. هنا نتكلم عن شيء، وضحك توني اليوم بسماعه التحفيز. الريال يكون أكثر يعني حدة أمام من يريد أن يهينه، ولهذا أرى يعني بيب يحترم الريال كثيرا، لأنه رسالة وصلت في تصريحاته. يعني مباراة شوف صعيبة صعيبة، ما أدري كيما كسيطرة، ورانا نشوف سيطرة تاع ريال مدريد مانشستر سيتي، يعني سيطرة كبيرة سيطرة كبيرة. لكن يعني وين غوارديولا يعني رغم ذلك وين أكتشوكي والسيطرة كبيرة، سي محمد 71% نسبة استحواذ ريال للمانشستر سيتي، يعني 29% نسبة استحواذ الريال مدريد، يعني ماشي زعقة. 232 تمريرة يعني 69 تمريرة بالنسبة للسيطرة كبيرة. لكن يعني الحذر يبقى وين غوارديولا يبقى دائما يعني يحترم الريال، لأن الريال يعني من الصعب يعني باش لا يقبل الإهانة. هذه هي 32 راه مش عندهم لاعبين، راني هضر لكم تما 32 دقيقة وين نقولوا بلي الملخص هذه مباراة صعبة التكهن بها، صعب التكهن، رغم أن وين مانشستر سيتي وين نقولوا بلي راه مسيطر في المباراة، يعني 32 دقيقة يعني يعني راه مضيعين، وين سيطرة كبيرة، أي سيطرة كبيرة. والله سيطرة والله مراح جين هما هادي تاع الصح، والله مراح جينهم لعبة ولا مشي سهلة. طيب سكادرة، المهم احنا كيما يقول لك المهم احنا اللي يفوز هذيك هي اخويا متناول قضية صالحة كلش. ودي غير ربي اللي داري بيناتهم شكاين، اي ربي اللي راه داري بيناتهم شكاين بين 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 غوارديولا وبين انشيلوتي. مستعرف صعيبة دخل بيناتهم طيح تنجمشي. مباراة صعبة، صعب التكهن بها، ما أدري أنا نقولوا بلي مانشستر راه مسيطر بصح صعيبة شوية، صعيبة في الدوزيام ميطو ما بين مدربين، لا مانشستر ما ماركاش بروميير ميطو، السيطرة هذه صعيبة شوية على الأقل كرة ماركي.
هذه هي على الله كل شيء على ربي ان شاء الله. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، خاصه بارطاجونا لي فيديو، اللي مشي ابوني معنا باش ديما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي.